نجاوب على ماشي. نرجع بقى الأستاذة ليلى. حاضر. كانت هي إيصال الأمانة، هي إيصال الأمانة ب 80,000 جنيه، يعني والتوقيت نزلت عن القايمة اللي هي ب 150,000 جنيه. عايز تعرف مدة حاضر مدام ليلى، انت اتطلقتي على الإبراء؟ يعني ايه طلاق على الإبراء؟ عشان ده نجمعه بالده، ده طلاق بتتنازل فيه الزوج عن كل حقوق، كأنه خلع. تمام. بس الخلع من المحكمة دول راحوا عند المأذون، تنازلت عن كل حقوقها، وده طلاق على الإبراء. تمام. وده طلاق بائن لا يجوز إلا بعقد ومهر جديد. تمام. ولا يجوز إلا في حالة إنه يكون ده مش مكمل للثلاثة، لو مكمل للثلاثة لا يبقى خلاص. تمام. أما إيصال الأمانة، إحنا بقى عايزين نقول للناس إيصال الأمانة يا جماعة ملوش مدة، ملوش وقت. يعني ايه؟ يعني ترفعيه في اي وقت، لانه ده عقد من عقود الامانه الخمسه اللي هي الوكاله. يعني ايه وكاله؟ يعني انا سلمتك فلوس توصليها لحد. امتى بتقع جريمته وبتتقاضى من 3 سنين؟ من وقت مطلوبه وانت ما تديهونيش، هي دي تقع الجريمه هنا. انا كنت واخد الفلوس دي على سبيل الامانه. هي طول ما انت ما طلبتهاش ما هي امانه عندي. لكن لما تطلبيها وما تدفعهاش يبقى ايدك انتقلت من يد امين على المال اللي هيد عايز تستحوذ على المال بنية التملك، وهنا تقع الجريمة. فأنت في أي وقت ما يهمكيش سنة 2 3 4 ترفعي القضية في أي وقت إن شاء الله. ملوش توقيت محدد. يا مدام ليلى.